17 نهاية مأساوية بسبب صور السيلفي. 1. امرأة تلتقط صورة سيلفي مع جمل. صاحبة أول حادثة هي فتاة قامت بالتقاط صورة سيلفي لها مع جمل أثناء زيارتها لحديقة الحيوان، ولكن الجمل قام بمهاجمتها وعضها عضة بالغة أدت لحجزها بالمشفى، وفي النهاية لم تنجو من الحادث. 2. وفاة رجل في إسبانيا بسبب الجري أمام الثور. حدثت تلك الواقعة عام 2015، حيث توفي رجل يدعى ديفيد لوبيز أثناء تركه منطقة الأمان لالتقاط صورة سيلفي مع ثوران، ولكنه لم يكن يعلم أنها ستكون الأخيرة، حيث تسبب جريه أمام الثوران لإثارتهما، فقام بمهاجمته وطعناه عدة طعنات أدت لوفاته. 3. سيلفي فوق ناطحات السحاب. كم هو محزن أن تفقد تلك الفتاة الجميلة حياتها نتيجة للتهور، حيث كانت تلك هي الصورة الأخيرة لزينة إغناتيفا، تلك الروسية التي قررت أن تلتقط صورة سيلفي من أعلى ناطحات السحاب، وكان ذلك من أجل الشهرة على مواقع السوشيال ميديا. لم تكن تدري أنها صورة الوداع، حيث انزلقت يداها من على الحافة لتسقط من ارتفاع شاهق. 4. سيلفي الدب. في لقطة أخرى مرعبة من نوعها، التقط رجل صورة سيلفي مع دب في البرية دون أن يلقي بالا إلى مدى خطورة الأمر، فما كان من الدب إلا أن هاجمه ومزقه إربا، وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع تلك الفتاة المتهورة التي التقطت صورة سيلفي مع دب آخر ولكن لم تتح لها فرصة الهرب. 5. سيلفي تحت الماء. في الصورة رجل يلتقط صورة سيلفي مع قرش جائع، وجد في المسكين وجبة مثالية لسد جوعه. 6. ركلة بقوة 100 كيلومتر في الساعة. في حادثة هي الأغرب، وقف شاب لالتقاط صورة سيلفي على قضبان القطار، وفي الوقت ذاته يسمع موسيقى بصوت عال، ونظرا لعلو صوت الموسيقى في أذنيه لم يسمع الشاب صافرة القطار القادم. مر القطار بجانب الشاب دون أن يمسسه، ولكن أحدهم استفزه الموقف يخرج قدمه أثناء حركة القطار ويركل الشاب ركلة حملت معها حكما بالإعدام. 7. سيلفي في فم التمساح. في الصورة يظهر شاب نيجيري وصل به هوس السيلفي إلى حد التقاط صورة ورأسه في فم التمساح، ولكن التمساح لم يستصغ أن تدخل الرأس فمه ثم تخرج ثانية، فما كان منه إلا أن قدمها ففصلها عن باقي الجسد. 8. مجددا صورة سيلفي لشاب روسي فوق ناطحة سحاب. موجة غير طبيعية بين الشباب والفتيات الروس لتسلق البنايات المرتفعة وناطحات السحاب، وكلهم يتسابقون لالتقاط أفضل صورة. في هذه الصورة فتى مراهق يبلغ من العمر 17، كان يحاول ربط جسده وتصوير نفسه على أنه يقع من أعلى المبنى، ولكن الحبل انقطع بالفعل وانتهى به الأمر ميتا أبشع ميتا. 9. سيلفي تحطم الطائرة. في تصرف لا يوصف إلا بالجنون، قرر أحدهم التقاط صورة سيلفي أثناء تحطم طائرة يركبها. العجيب في الأمر أن الرجل يظهر في الصورة وعيناه تضحكان وكأن شيئا لم يكن. 10. سيلفي العنكبوت القاتل. من المعروف عن الفتيات خوفهم الشديد من الحشرات بشكل عام، وفي هذه الصورة تظهر فتاتان تلتقطان صورة سيلفي سويا بشكل طبيعي، ولكن فجأة يظهر عنكبوت معهم في الصورة لتعكس ملامحهم مدى الرعب الذي كانتا تشعران، لكن إحداهما كانت ذات قلب ضعيف لم تتحمل التوتر التي واجهته وتوفيت في الحال. 11. سيلفي مطاردة الشرطة. في صورة هي الأغرب من نوعها، رجل يطارده شرطيان ويلتقط لهما صورة سيلفي تعبيرا منه على عدم الخوف منهم واللامبالاة. لا نعرف معلومات كثيرة عما حدث لاحقا، ولكن من المؤكد أنها نهاية ليست سعيدة.
12 سيلفي النجاة. في هذه الصورة رجل يلتقط صورة سيلفي لنفسه في مكان تحطم طائرته. أما كان من الأجدر أن يطلب النجدة من خفر السواحل؟ ثلاثة عشر صورة سيلفي لمراهق مدلل مع ضابط شرطة. صورة أخرى لجنون السيلفي توضح لا مبالاة مراهق مدلل يقوم بالتقاط صورة سيلفي له مع ضابط شرطة رغم إنذاره بالترجل من السيارة. من المؤكد أن السجن كان المكان المثالي له. 14 سيلفي تسلق المنحدرات في الهند. في الهند هناك مجموعة من متسلق المنحدرات يلتقطون لأنفسهم صورا وهم على الحافة. كل ما عليهم فعله هو الظهور في صور كأنهم مرتاحين ولا مبالين بالفوهة التي قد تبتلعهم في أي لحظة. سقط اثنان منهم بالفعل بعد انتهاء التقاط هذه الصورة. 15 سيلفي مع سمكة الرابض، أو كما يقال سمكة الشيطان. هذه المرأة كما يبدو في الصورة تعاني من ألم مريع إثر هجوم سمكة من أسماك الرابط، والتي تستطيع صعق الإنسان حتى الموت. للأسف لم يكن الحظ بجانبها. 16 سيلفي مميت ليابانية متهورة. يبدو أن سيلفي المرتفعات ليس حكرا على الروسيين فقط، حيث نسيت تلك الفتاة اليابانية المتهورة كل ما هو متعلق بقانون الجاذبية، وظلت تبحث عن أكثر البنايات ارتفاعا وأكثر المواقف جرأة لتحصد بذلك آلاف الإعجابات والتعليقات على السوشيال ميديا، ولكن في النهاية انزلقت لتلقى حتفها. لا تدع ابتسامتها تخدعك. 17 رجل إطفاء وسيلفي أخير. لا تحتفل قبل أن تنهي مهمتك، هذا ما يقوله المنطق والعقل. للأسف تحمس رجل الإطفاء هذا بصورة سيلفي قبل إخماد النيران. اعتقد المسكين أن إخماد الحريق بات مسألة وقت لا أكثر. يتفاجأ باشتعال النار مجددا وهو على غير جاهزية، الأمر الذي انتهى معه بالوفاة.